فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة بغير إقامة؟ تصح الصلاة بدون إقامة إلا إذا كان البلد كله ما أقيم فيه فلا بد من الإقامة، هي فرض كفاية. إذا وجد في البلد من أذن وأقام بقي في حق الباقين، الأذان سنة والإقامة سنة في حق الباقين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.